أنا اسمي أحمد الحسيني، Communication Section Head في جامعة EY، جامعة مصر المعلوماتية. حد لحضراتكم Brief Introduction كده عن الجامعة. EY هي جامعة أهلية غير هادفة للربح، أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عشان تكون من أوائل الجامعات المتخصصة في مجالات الـ ICT. وكان الهدف الاساسي من انشاء الجامعه ان احنا شفنا ان في ماركتنج جاب او في جاب في النيدز بتاعت الماركت اللي الفيوتشر محتاجها، وعلشان كده عملنا 4 كليات: فاكولتي اوف انجينيرنج، فاكولتي اوف كمبيوتنج اند انفورميشن ساينسز، فاكولتي اوف بزنس انفورماتكس، واخيرا فاكولتي اوف ديجيتال ارتس اند ديزاين. اول كليه هي كليه هندسه. كلية هندسة فيها 4 programs: Electronics and Communication, Computer Engineering, Industrial Engineering وميكاترونكس. حاليا الـ operating عندنا في الجامعة هو 2، أول 2: Electronics and Communication والـ Computer Engineering. إن شاء الله within a year أو soon enough يعني الميكاترونكس هيشتغل والـ Industrial Engineering برضو في الـ future plan. حاجة من الحاجات it's worth mentioning إنه احنا في كل الكليات ودي وكار ان احنا يكون عندنا دول ديجريز مع التوب رانكت يونيفرسيتيز. ففي انجينيرنج عندنا دول ديجري اجريمنت مع جامعه بيردو ويست لافايت. بيردو ويست لافايت از رانكت نمبر 4 ان بيست انجينيرنج سكولز ونمبر 7 ان سايبر سكيورتي اكوردنج لليو اس نيوز 2023. الدول ديجري اجريمنت دي بتكفر التو اول 2 programs: Electronics and Communications وال Computer Engineering. بعد كده عندنا Faculty of Computing and Information Sciences، ودي بتقدم program واحد باسم الكلية Computing and Information Sciences، والكلية فيها 6 tracks: فيها Computer Science, Artificial Intelligence, Software Engineering, Cyber Security, Data Science and Engineering، واخيرا Graphics and Game Programming. وزي ما شفنا في الفاكولتي اوف انجينيرنج برضه الفاكولتي اوف كمبيوتنج اند انفورميشن ساينسز عامله دول ديجري اجريمنت مع مينيسوتا توين سيتيز، ومينيسوتا توين سيتيز اتس اوف كورس برضه ون اوف ذا توب رانك يونيفرسيتيز وورلد وايد، رانك نمبر 35 في كمبيوتر ساينس اكوردنج لليو اس نيوز 2023. ونفس القصه برضه في انجينيرنج، ال graduates of computing and information sciences they do have the option ان هم ان شاء الله however مثلا will take the specialization في cyber security هيكون عنده ال option ان هو يكمل ال master's degree برضه according او برضه مع Purdue West Lafayette. بعد كده عندنا faculty of business and informatics ودي فيها 6 programs: Finance, Business Technology Management, Digital Marketing and E-Commerce, Accounting, Business Analytics, Entrepreneurship and Innovation. ودي كانت من الحاجات الأخيرة اللي احنا عملنا finalizing للدول ديجري بتاعتها مع University of Ottawa وتحديدا Telfer School of Management. وTelfer School of Management الحقيقة تعتبر within the top 1% of the business schools وورلد وايد، ده نظرا لحصولها على التروبيكال كراون اكريديتيشن. وجدير بالذكر ان الدول ديجري هي بتكفر الفيرست 3 programs: الفاينانس والبزنس تكنولوجي والديجيتال ماركتنج اند اي كوميرس. اخيرا الفاكولتي اوف ديجيتال ارتس اند ديزاين، دي بتقدم programs الى حد ما هي جديده في مصر لاول مره بنقدمها عندنا في EY، زي النيو ميديا ارتس، جرافيك اند ميديا ديزاين، اليوزر اكسبيرينس، الانيميشن ارتس، الانتراكشن ديزاين ارتس، والجيم ديزاين. ودي لسه ان بروسس ان احنا بنفايناليز موضوع الدول ديجري اجريمنت. طيب احنا عمالين نتكلم على فكره الدول ديجري اجريمنت، هو يعني ايه اصلا دول ديجري اجريمنت؟ فكره الدول ديجري سيمبلي ان الطالب بيقضي السنين الاولى من الدراسه في EY، وبيجي على السنه اللي قبل سنه التخرج بياخد حاجه اسمها بلندد كورسز. البلندد كورسز دي بيتم تدريسها من اساتذه من جامعات بره او من دكاتره من جامعات بره.
بالبارتنر يونيفرسز اللي احنا عاملين مع اجريمنت. الطالب لما بيجيب الجي بي اي المقرر من الجامعه الاجنبيه بيقدر يسافر اخر سنه عشان ياخد الدول ديجري بتاعته. طب ان كيس ان هو ما قدرش يسافر هو بياخد شهاده عادي جدا من اي اي بيبقى مكتوب فيها ان هو خد البلندد كورسز بتاعته. ده تصور للفول كامبس بتاع الاي اي. يعني عليا ان هو في مبنى واحد بس هو اللي شغال، بس هو في اللي بقى 2024 ان شاء الله ده شكل الفول كامبس. هو اراوند 6 أو 8 مباني، هيكون ريدي باي 2024 ان شاء الله. دي طبيعه الستودنت سيرفيس اللي احنا بقسمها. طبعا الطلبه عندنا في الكامبس بيكون عندهم اكسس لكود ستادي سبيسز، اللايبرري از دايما اوبن اند افيلبل للستودنتس بمختلف انواع الريسورسز اللي ممكن يحتاجوها. في اكوموديشن عندنا موجوده في الرحاب ومدينتي، وفي طبعا ترانسبورتيشن، خدمه ترانسبورتيشن بتكفر المناطق الحيويه اللي في القاهره والجيزه. وحاجه برضو من الحاجات اللي بنهتم بيها جدا في الجامعه فكره الكالتشرال سبورتس، او فكره ان الطلبه يكونوا انجيجد في اكتيفيتيز سو وات ايفر اثليتيك او كالتشرال اكتيفيتيز. وعشان كده عندنا برضو الستودنت لايف اوفيس. ستودنت لايف اوفيس من ناو اند ذن بيحاول ان الطلبه ينجيج في اكتيفيتيز وات ايفر، هل هي جوه الجامعه او بره الجامعه. دي بعض من الكلوبز الموجوده كده عندنا في الجامعه. في كلوبز بتبقى اوريدي تبع الفاكولتيز زي الكومبتيتيف بروجرامينج كلوب، السي بي سي كلوب، الوي ديفلوبمنت، السايبر سكيورتي. في كلوبز ثانيه تبع البيزنس انفورماتكس زي ان اكتس، زي البيسك. في كلوب ده مستحدث ده عندنا جديد في الجامعه، الاي تريبل اي ستودنت برانش تبع فاكولتي اوف انجينيرنج. وده وي دو هاف ذا بلاجر ان احنا نكون بنستضيف اليونج بروفيشنالز كونجرس ان شاء الله، اللي هو بيكون اورجنايزد باي الاي تريبل اي ستودنت برانش. في كلوبز ثانيه زي ريدرز كلوب، الامباسدرز كلوب، وثيدر كلوب. طيب حاجه ثانيه برضو من الحاجات المهمه ان احنا نتكلم عليها فكره الايكو سيستم بتاع الجامعه. احنا زي ما قلنا ان احنا عندنا 4 كليات. في ال4 كليات الار ان دي الريسيرش اند ديفلوبمنت ده از سكول كومبوننت لل4 كليات. والحقيقه فكره تواجد الجامعه في مدينه المعرفه، مدينه المعرفه هي مش بس الجامعه، مدينه المعرفه فيها انتيتيز كتير تبع وزاره الاتصالات زي الاي تي اي، الاي تي ده، الان تي ار اي، الان تي اي. ده بيدينا بريفليج ان الناس دي بتساعدنا في فكره التريننج والكاباسيتي بيلدينج والستارت اب اسيستنس والفاندنج والكولابريشن. ليتر اون ان شاء الله هيكون عندنا حاجه جوه مدينه المعرفه، حاجه اسمها تكنولوجي بارك، يعني تكون سامها وعامله زي سمارت فيليج، هيكون فيها بريمسز للستارت ابس والاندستري بارتنرز بتوعنا. وبرضه حاجه من الحاجات المهمه عندنا فكره الكولابريشن مع الانترناشونال يونيفرسيتيز، لان احنا افري ناو اند ذن بنحب ان احنا نكون الايند مع الجامعات دي ان ترمز اوف الابديتس اللي هم بيحطوها على الكوريكولم والكلام ده كله. دي صورة كده أو بعض من الـ industry partners اللي احنا بنتعاون معاهم. دي بعض الصور من الكامبس، ده المين اوديتوريوم بتاعنا، ده الاتيليه بتاع الديجيتال ارتس اند ديزاين. دي بعض الصور من الكلاسز ومن اللابس بتوع انجينيرنج. دي بعض من الاكتيفيتيز بتاعت الطلبه. دي كانت حمله تبرع بالدم في الجامعه، ودي كان حمله كنا احنا عاملينها على البريست اويرنس كامبين. دي كانت الويلكم بارتي اللي عملناها في 2022 اون كامبس برضو. برضو قصه الاثليتيك لايف، احنا بنشجع الطلبه every now and then ان هم ينجيج في اكتيفيتيز وات ايفر، هل هي بطولات احنا بنعملها جوه الجامعه اون كامبس، او ان احنا نشارك في حاجات بره.
دول امثله للطلبه اللي عندنا. عندنا شهد سعيد في السبيد بول، وعندنا الاخوين محمد واحمد الجندي. احمد الجندي ما شاء الله هو ده بطل عالم في الخماسي الحديث. طيب احنا زي ما قلنا ان الجامعه هي فاندد باي وزاره الاتصالات، وسنس استابليشمنت في 2022 دكتور عمرو طلعت كان دايما بيحاول ان هو يدي للجامعه وقت، يعني يستقطع من وقته ان هو دايما يعدي على الجامعه ويشوف اخبار الجامعه ويتكلم مع الطلبه ويشاركهم انتوا ايه حابين ايه او يسمع افكارهم. يعني برضه وي هاد بلاجر ان احنا تو ويلكم الاستاذ دكتور ايمن عاشور عندنا في الجامعه في اجتماع مجلس الجامعات الخاصه والاهليه. طيب تسمب كده ليه EUI؟ ليه EUI؟ عشان EUI بتقدم quality education provided by highly qualified academics، وزي ما قلنا فكرة الفول سبورت بتاع الـ MCIT ده في حد ذاته it's a great advantage. وتواجدها في مدينة المعرفة around the entities بتاع وزارة الاتصالات ده بي provide ease of access للـ internships والـ industrial training. EUI برضو بتقدم attractive scholarships هنتكلم عليها كمان شوية، وفكرة الـ smart international degrees. and by smart we mean ان الطالب ما بقاش يضطر ان هو يقضي الخمس سنين كلهم برا، لا هو الطالب يجي على اخر سنة بيقدر يسافر برا وكأنه سافر السنين كلها يدرس في امريكا. فكرة الـ partnerships مع الـ industry partners every now and then، دول بنحاول ان احنا نرينيو البارتنرشيبس او نبيتش نيو بارتنرشيبس مع اي سي تي اندستري بلايرز. فكره الانجيج ستودنت لايف زي ما قلنا every now and then بنحاول ان احنا نورجنايز حاجات اون كامبس او حاجات بره. دي الفيز بتاع 23 24، ومجلس الامانه بتاع الجامعه مشكورا هو ما زودش المصاريف بتاعة الجامعه. المصاريف زي ما هي، كل اللي اتغير بس فكره الديسكاونت. و وير بليزد تو اوفر 30% فيكست ديسكاونت للكوهور بتاعه 2023 2024، وبيبقى في سكولرشيبس ثانيه بيزد اون اكاديميك ميريت. يعني مثلا من 80 ل 90 ده بتبقى بدل 30 هتبقى 40%، واللي فوق ال 90 بياخد 55%، ودي باي ذا واي موجوده على الويب سايت. ودي الفيز بتاعت الفورن ستودنتس لغير المصريين برضو على الويب سايت. طيب فكره السكولرشيبس، وير براود ان احنا من ساعه ما الجامعه بدات لحد النهارده احنا قدمنا 50 سكولرشيبس بالتعاون مع الاندستري بارتنرز بتوعنا. قدمنا 29 منحة في أول سنة، وقدمنا السنة اللي فاتت 21 منحة. We were planning إن شاء الله إن احنا نقدم نفس الرقم ده أو حاجة مماثلة في خلال الفترة اللي جاية. بس thank you for listening و thank you so much.